لباس أن نلقي نظرة على بعض الآراء والمواقف من خلال ما استقته لنا كاميرا بصراحة. الأغاني اللي كيهتموا بها الأغلبية الشباب هي الأغاني ديال الراي، هي اللي كاينة دابا حاليا. كنشوفوا أنواع كثيرة اللي ولات خارجة في السوق ديال الأغاني المغربية، سواء ديال الشباب ولا ديال الكبار، ولكني في هذه الموجة هذه الأخرية يعني كتشوف واحد السيل القوة ديال الراب، فهمتيني؟ راب بواحد الفيرسيون اللي هي شويه مازال جديده، فيها مخلطه، فهمتيني؟ الستيل اللي دابا طالع على الشباب ماشي نظره شخصيه، تتلقى ان مثلا الراي، فهمتي؟ ما متبع السرحاني بالحبيب غاده قاضي هكا. الراب ماروكان هو اللي خدام دابا، كاين عندنا مغنيين خرجوا الفرداس، بوبو، حليوه، خرجوا بزاف ديال المغنيين، ولكن انا بالنسبه لي عندي انا حليوه والفرده كيدوا في الواقع. الاغاني الشبابيه دابا كاين اولا من الراي ماشي اي راي، داك السيل ديال الواي واي هذا هو اللي كاين حاليا. السيل اللي مسيطر دابا عندك الراي، عندك الواي واي، واللي كيتلاح بنادم قليل، كاين القليل ديال الناس اللي كيتلاحوا الرومبا والريغي قليله، الطبقه الكبيره كيتصنتوا الراي والواي واي بوغ لانستون. ديال المواضيع اللي كتعلى الاغاني كتلقاها بزاف ديال اما على الحب اما على الواقع المعاش هنا في المغرب، بنادم ما كاينش خدمه ما كاينش، المهم شي حاجه بحال هكا. هادشي اللي كيهضروا على داكشي ديال الشباب، داكشي اللي كنعيشوا في الحياه اليوميه، بحال اش غنقول لك اخويا، بزاف ديال الحوايج كاين، كيهضروا على البليه، كيهضروا على الاجرام، السرقه، كيهضروا على بزاف ديال الحوايج. كاينين هما بزاف ديال المواضيع، ما كاينش موضوع واحد، فهمتيني؟ واغلب المواضيع كتلقاهم بعض المرات على شي واحد تفرق مع صاحبته ولا شي غولاسيون. بحال هكا المعاناه اللي كيعيش الشعب، مثلا الحريق، البطاله، التهميش، بزاف ديال الحوايج كنعيشوها هنايا صراحه. وداك الشيء الراب داك الشيء كيهضر عليه، وكنظن هو اللي مسيطر على الاغاني كاملين اللي كاينين حاليا في المغرب. بالنسبه للابداع ما كتشوف غير كيلعبوا دابا غير الانستريمو، اما الكلمه كينساوا، فهمتيني؟ كتلعب غير الانستريمو باش كيكون شويه ديال شبابي 100% وصافي، اما شي حاجه ديال الكلمه شويه وصافي. وضروري فيه شويه الابداع، ضروري حنا بعدا كنستمتعوا بهذا كيدخلوا، كنحسوا بهم كيدخلوا معنا مع الاعماق ديال الجسد ديالنا ديك الموسيقى اللي كنسمعوها. كاين مغنيين اللي في الراب اللي انهم زادوا بالنيفو ديال الراب القدام بلا تخسر الهضره بلا والو، على غير انه واحد اخرين عندك الكلاشات تخسر الهضره وداك الشيء. الشباب اللي كيغنوا دابا زادوا في ديك زادوا في الفوليوم الاحسن، يعني ولاو كيغنوا شي اغاني زوينين، زادوا بين القدام، زادوا المغرب القدام تبارك الله. هي كل مره تتبان حاجه جديده ياك، ولكن هذه انا كنظنها كانها موجه، واحد الوقيته غتمشي غيطلع واحد السيل اخر، حيت ما يمكنش تبقى هذا الشيء مسام. إذن هذه مجموعة من الآراء، وآراء اللي هي ديال الشباب وديال المراهقين بامتياز. المغرب كيعيش مثله مثل باقي المجتمعات الأخرى، كيعرف واحد أو على وقع ثورة فنية كباقي المجتمعات، كتسم بواحد الوتيرة سريعة في إنتاج هذه الأغاني، ما يطلق عليها بالأغاني الشبابية. سي حميد، انطلاقا من هذه الآراء، هل فعلا هي ما نسمعه من إنتاجات فنية ديال هاد الأغاني الشبابية هي واش تقليد، واش فعلا هي ثورة فنية؟ شنو برأيك؟ بعدا كان بعض الشباب اللي هضروا راه ما خصناش نلومهم، لأن هما عندهم واحد لاج اللي فاق هكا حل عينو لقى الواي واي. نعم، واش فهمتي؟ فوالا، دونك لهذا خصنا نوليو للتربية الفنية. إلا كانت التربية الفنية، ويمكن هذاك الدري هذاك اللي هضر في التالي قال لهم يا كاين شتي شاب وصغير وقال لهم ما كنظنش هذا الواي واي عاد يدوم كما ما داموش الاخرين. اذا عمر افتراضي، يعني عمر ومده الصلاحيه ستنتهي اكيد. لا يعني شاب في ذاك العمر ديالو واعي، ولا واللي عارف باللي هذه الوقيته ديالو ان اغنيه كتمشي واغنيه تجي. حنا ما عرفناهاش، حنا عرفنا الاغنيه كتخدم مزيان والجمهور هو الاول، خصك تعطي له منتوج نقي اكيد زوين، لان منتوج بحال دواء. انت الطبيب ما يعطيك دواء، راه منتوج هذاك، اذا عطاك دواء راه غادي يداويك، سواء غادي الدواء ما تبقاش فيك الكحبه، لان عطاك واحد المنتوج زوين. دونك في الموسيقى لا ميم شوز، هذه شحالات كان المنتوج. نعقل حنايا باغ اكزومبل في وقت الايكول بوشنا ما كانوش لي ريزو سوسيو، ولكن ملي كنا نطرحوا الالبوم ديالنا كنمشيو للجبل. وعلاش عملتي على اعاده التوزيع؟ اسمح لي السي حميد، علاش عودتي الاغنيه ديال هي اللي كانت في الثمانينيات على ما اظن، علاش عودتيها؟ اعاده ديال التوزيع ديالها شنو كان الهدف منه؟ الهدف منه كانت
رجوع الاخوان بوشنا، فهمتي؟ يعني لو كومباك باش نرجعوا الاخوان بوشنا. كان هذا هو الهدف. هذا هو الهدف. والاخ ديالي محمد الله يرحمه راه كان معايا في الاستوديو هو والاخ عمر، وخدمنا الاغنيه. ولكن انا بالنسبه لي عذرا اننا حنا قلبنا عليك المواجع وعذرا والله العظيم. لا بالعكس الاخت خديجه، لان الجمهور خصو يعرف هذه المسائل هادو، سيرتو الناس اللي يعرفوا الاخوان بوشناق ويعرفوا عائله بوشناق ويعرفوا حميد بوشناق. فانا بالنسبه لي هذيك الاغنيه فاش كنت في الاستوديو بوحدي نخدم لا شونسون ميكسيها راه ما تقدرش تصور، يعني كتسمع الصوت ديال اخوك وهو ما معكش. فانا بالنسبه لي كانت بقيت نقول هذا التحدي هذا غادي نوصل له فنيا، خصني نوصل له، لان انا كما كان الحال انا خو الاخوان بوشناق، وانايا انا هو المازوزي ديال العائله. فالاغنيه خصها تكمل، ماشي نقول انا خويا راه توفى. حسيتي الفرق سي حميد يعني اثناء اشتغالك للمره الثانيه على هذه الاغنيه؟ هناك ثم فرق بين الامس واليوم؟ حسيتي هذا الفرق؟ لا لا حسيتي الفرق؟ الفرق؟ ما فهمتش. يعني ملي كنتوا كتشتغلوا اشتغلتوا عليها زمان، هل نفس يعني طريقة الاشتغال؟ واش حسيتي بشي مفارقة؟ لا الفرق على مستوى الإحساس، على مستوى الاشتغال. الفرق الشاسع، يعني الفرق اللي يقدر يهبني هو هذا، أن خوك كان معك البارح واليوم ما راهش معك، واش فهمتي؟ أما الأغنية حنا مولفين نخدموا في استوديو ونسمعوا الأغنية ونسمعوا الأصوات، فهمتي؟ تسمعي الصوت ديال خوك وما معكش. فهذه راه شي حاجة ما تقدرش وموسيقى يعني ريتم، راه تقدر بارفوا تكون خدام في الاستوديو الا كانت الايقاع وهذا كتكون ناشط. صحيح فهمتي. وعذرا اننا نحن كنحيي الجمهور اللي كيبغي الاخوان بوشناق، فهذه هديه من الاخوان بوشناق. نعم ديك الروح ديال الاخوان، ديك الروح، وهي عاود هي ترحم من عاود على الاخ ديالي الفرح منور.